مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. بحثنا سي مروان حرزلي اللي هو باحث في السلامه المعلوماتيه. مرحبا بك سيدي. عسلامه. مرحبا بك. صافا لقب قلته بالغلط ولا كيفاش؟ لا صحيح صحيح, صحيح. مروان حرزلي. قاعد تقرا معايا في الورقه وبر مشكك في الاسم ولا عندك حق على السلامه المعلوماتيه وحكايات؟ دونك عنده الحق راجل ثبت حتى في اسمه بي. دونك اليوم باش نحكيو على موقع ايفاكس وممكن الاختراقات اللي صارت فيه. اليوم باش تعطينا علاش وكيفاش وخاصة كيفاش نجموا نصلحوا. وبحذانا زاده رياض سويد اللي هو لاعب كرة يد محترف. مرحبا بك رياض. مع السلامة. سافا لاباس الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش تحكي لنا كيفاش لي جين دو في نتاع سبورتيف يكون بروفيسيونيل. يظهر لي فما طريقة نتاع عيشة سبيسيال هكا ولا؟ دونك ما تحشمش يا رياض وخليك شوية. ما سافا لا لا لاباس ما تحشمش. وان شاء الله باش نلقاو من عنده برشا معلومات. رياض الانطلاقه باش تكون مع سي مروان اللي حكيت لي فاكس واللي الناس اللي تعرف فما ناس يقول لك انا عندي شهاده تلقيح وانا مشيتش لقحت يتفخروا بها الحكايه واللي يقول لك انا قيدت ولقحت وما لقيتش عندي ورقه اللي انا تثبت اللي انا لقحت. شنو هو اللي صار بالضبط مروان؟ هو بالضبط معناتها ديرنييرمون توندونس الاولى في البلاد نحكيو على ايفاكس. مالوريزمون ما نحكيو على تكنولوجي ما نحكيو على الانفورماتيك كان وقت اللي يكونوا عندنا المشاكل اللي نورمالمون المواضيع هذية تكون عندهم أولوية قصوى في حياتنا اليوم على خاطر تحب ولا تكره الناس كلها اليوم كونيكتي. الناس كلها تستعمل تليفونات تستعمل ليزورديناتور تستعمل لي تابليت. دونك ولات نيسيسيتي حاجة نعيشوا بها يوميا. اللي صار بالنسبة لإيفاكس واللي سمعنا بها الناس كل انه الرابور خرج اترافير اي واتش قالوا انه فما عباد دخلت للبارتي ادمينستراتيف تاع ايفاكس على خاطر ايفاكس الناس كلها عندها الحق تدخل لها والناس كلها عندها الحق تعمل كونت ويشوفوا معناتها دوسي نتاعهم هما. دونك فما البارتي ادمينستراتيف اللي هي خاصه بالعباد اللي يخدموا تابعين منظومه ايفاكس باش يقيدوا لشكون عمل الفاكسان شكون ما عملش باش يشوفوا الليست اللي عندهم. دونك اللي صار انه فما نفس اللوجين والمود باس خذوه جوستومون خذوه متطوعين خذوه عباد ونفس اللوجين والمود باس بقى عند الناس الكل. دونك انت نجم يكون عندك صديق ولا صديقه عندها لوجين ولا المود باس تعطيك نفس ليزاكسي هذوكم تولي تدخل بهم انت على ايفاكس وتحط للعباد انه لقح ولا ما لقحش وتشوف الدوسيي نتاعو كامل. هذه المشكله. دونك لهنا نحكيو على نحكيو على سيكوريتي انفورماتيك ريالمون على خاطر راهو سيكوريتي انفورماتيك تنجم معناها فما شكون تخلى على البلاتفورم هذيك القى فاي في البلاتفورم وطلع اللوجين والمود باس ودخل والا راهو حتى نفس اللوجين والمود باس تعطيهم برشا عباد يدخلوا بهم كيف كيف تتعب تنتظر انه اي حد تعتبرها فاي دو سيكوريتي انفورماتيك. دونك المشكل لهنا هو برينسيبالمون علاش نعملوا معناتها كل كونت ياخذ لوجين ومود باس اللي كان من المستحسن انه يستعمل كل واحد ياخذ لوجين ومود باس ومن بعد ما يدخل للكونت نتاعو توبليجي عليه باش يبدل المود باس لازم يحط فيها مثلا ثمانية يكون فيها ثمانية جوستومون معناتها كومبينيزون تاع برشا حاجات هكاك على خاطر فما انواع نتاع هجوم اسمهم بروت فورس تحط وورد ليست معناها تحط برشا كلمات وتتكي بهم اللوجين ومود باس هذوكم يبقى يجرب يجرب لين يوصل. على قد ما تكون المود باس سهله على قد ما الاتاك تاع البروت فورس يكون في اقل وقت كي تصعب بشوي بشوي دونك اوتوماتيكمون باش تكون اصعب. مش حكيت تصعيب هذا عباد ماهمش اونيت عباد ما حافظوش على الامانه هذيك ودخلوا عملوا حاجات زاده غالطه خلاف نقولوا احنا الهاكرز اللي يمكن فما ويمكن لا فماش اختراقات لكن هذو من الناس اللي يعطيهم المود باس واللي هما كانوا متطوعين ودخلوا وبدلوا في المنظومه هذا ملقح يردوه مش ملقح وهذاك اللي مش ملقح يولي ملقح لهنا اللي صارت المشكله سيدي. شوف الاشكاليات هذوما راهو كيفاش نجموا نطلعوهم هذوما صحيح ولا غلط؟ الاشكاليات هذوما معناتها ماهمش راهم حكر كان على ايفاكس ولا يسيروا راهو في لي بلاتفورم الكبار تاع العالم داكوردو. الاشكاليه كان يا حبذا من المشرفين على بلاتفورم تاع ايفاكس انهم معناتها ياخذوا دي ميزور دو سيكوريتي خير شويه من اللي موجودين. هذا متفاهمين فيه، اما فماش حل؟ الحل انه كل واحد دخل اترافير اللوجين والمود باس هذيك ينجموا يعملوا ايدونتيفيكاسيون بار ادريس اي بي، معناتها كل لوجين صارت يشوفوا لي زادريس اي بي، اذا كان لادريس اي بي تكون من وسط السونتر اللي يصير فيه الفاكسيناسيون، دونك لهنا نجموا نعرفوا انه الحكايه ماهيش فالسيفيه، اذا كان لادريس اي بي خارج السونتر هذاك، دونك بيزار واحد يدخل من خارج السونتر باش يعمل فاكسيناسيون ولا باش يفاليدي فاكسيناسيون. معقول برشا، وزاد حاجه اخرى اللي هي تنجم تساعد
ساعدنا برشا اللي حكيت لي زي سماس اللي تبعثوا اوتوماتيك للناس اللي يقولوا رونديفو نتاعك كذا وقت اللي يلقح يقول له تم التلقيح سوا ديزون. فما ناس اللي وقت طاح يقولوا طاح الريزو ما تعرفي توسع انا كلمه طاح الريزو طاح الريزو دونك الناس الكل قادوا لهم في ورقه وكل الحكايه هذيك نتاع الورقه اللي صارت اكثر من مره في اكثر من سنتر موجوده في الجمهوريه كامله خلات فما ناس تتقيد اللي هي لقحت وناس تقيدت اللي هي ما لقحتش بورتون صار الخلط بينات هو الحقيقه معناها انا كلموني برشا عباد فما شكون ما عملش الفاكسان جمله ودخل على البلاتفورم يلقى روحه ملقح فما شكون عامل دو دوز يدخل يلقى روحه مش عامل حتى فاكسان والمشكله وين لهنا خليني نخرج من الموضوع نتاع ايفاكس شويه اليوم العباد اللي عندهم مشاكل في البلاتفورم تاع ايفاكس كيلك سوا لقح وخرجت له مش ملقح خاطر فما برشا دي زيكزامبل يمشي للسنتر نتاع الاعلاميه اللي تابعه لوزاره الصحه معناتها قريت ستاتيو كامله على الموضوع هذا وبرشا عباد تشكى يخرج واحد مسكين وحده ياخذ التشكيات تاع العباد يقيدهم في ورقه يعاود يدخل ورا البوست لداخل العباد تستناه لبرا يشوف شنو هي المشاكل يعاود يرجع يحاول يترتب الواحد بالواحد التكنولوجي تعملت وتوجدت باش تسهل حياه البشريه مش باش معناتها لهنا كان كملنا الحكايه مانيويل ونحن مرتاحين خير معناها ووفرنا اكثر عباد تاع افكتيف تخدم الخدمه هذه تكون خير معناها التكنولوجيا مش مجعوله لهذه نحن اليوم في تونس عندنا دي ريفيرونس اليشيل انترناسيونال معتبرين بالكدا لازم الاداره تتبدل على خاطر العباد اليوم اللي يجريوا في الحاجات هذوما معناتها هذه راهي حقيقه معناتها فما دي ميزاجور مازالوا ماهمش عاملينهم معناتها يعملوا في التريتمون نتاع الحاجات هذوما بالطريقه القديمه راهي تبدلت الامور اليوم نحكيو مثلا نعطيك اكزامبل تاع انا وزاره كامله راهو سامحني انا وزاره كامله نتاع تكنولوجيا الاتصال وغيره سي غراف تاع كيفي مالوريزمون اليوم عندنا ديزيكسبير مثلا ناخذ على سبيل المثال سي هيثم المير خبير دولي في السلامه المعلوماتيه علاش ما تمش استشارته مثلا في الموضوع هذا من الاول تبعتوا له كي صار عندنا شركات جوستومون لازم الحكايات هذوما يصيروا قبل ما نتعداو للمشاكل على خاطر اليوم معناها يقول قايل بقطع النظر على العباد اللي خذت جوازات تلقيح وهي مش ملقحه والا العكس ولا فما شكون لقح ما خذاش الباس سانيتير نتاعو المشكله العباد اللي نجموا يدخلوا للبلاتفورم هذه اللي ما عندهمش الحق باش يدخلوا وينجموا يشوفوا لي دوسيي نتاع العباد مثلا تقول لي انت اوكي ها واحد شاف الدوسيي نتاعي وين الاشكاليه المشكل كيما حكينا معناتها قبل راهو مثلا نحكيوا اليوم على القطاع الصحي واحد يدخل يشوف لي دوسيي نتاع العباد فما شكون مقيد الامراض اللي عنده فما لي دو نيسونس فما كل واحد وين يسكن فما لي دوسي هذوكم راهو المعلومات هذوما اليوم يتباعوا يسواو فلوس دونك تنجم مثلا دي زاسيرونس والا شركات تامين على المرض والا شركات معناتها يصنعوا الدويات وكل شيء يولوا يعرفوا يعملوا ليتيود تاعهم بالباهي يعرف شكون يفيزي عنده نمرو تليفونه عنده شنو هي الامراض اللي عنده عنده دات دو نيسونس عنده معناها دوسي كامل عليه يولي يفيزي هو ديريكتومون عن طريق لي سي ميسينغ عن طريق لي ميلينغ دونك حاجات هذوما الكل يتباعوا بالفلوس ومعطيات شخصيه نتاع عباد باش تخرج ينجموا غدوه يستعملوهم باش يفيزيوك في حاجه معينه. معقول برشا والحاجه الباهيه اللي هما قاعدين توا يعملوا في فيريفيكاسيون هذه نتاع الناس اللي عندها نقولوا احنا الباس سانيتير وهما ما لقحوش والا العكس وان شاء الله زاده باش يتحاسبوا قانونيا المعلومه اللي عندي والله اعلم. رياض صارت مشاكل كيما هكا في فرنسا انه عباد عملت الفاكسان نتاع الكوفيد ولقاو رواحهم مش ما عندهمش باس سانيتير ولا العكس. وما با ما في باليش ما سمعتش بها اللي فما عباد معناها عملوا دي باس سانيتير هما مسجلين معناها ما في باليش ان توكا معناتها سيكوريزي نورمالمون سي كان ميم بيان سيكوريزي صارت حتى في فرنسا وصارت في دول العالم الكل على خاطر سي بوسيبل ما في باليش الحكايه ماهيش مربوطه بالتكنيكمون معناها شوف عندنا مثل تونسي اللي يسرق يغلب لحاح دونك معناتها راهو الحاجه هذه راهي عاديه وطبيعيه وننتظروا انها باش تصير نحن جوست الحاجه اللي حكيناها معناتها يا حبذا البلاتفورم لو كان فيها دي ميزور دو سيكوريتي خير شويه من اللي موجودين واللي ما يطلبوش برشا جهد وثاني حاجه معناتها خلينا نعطيو لكل واحد حقه راهو معناتها خذاو ميزور دو سيكوريتي في النيفو نتاع البلاتفورم اذا كان ماكش كونيكتي بدري سي بي تونسيه تدخل البلاتفورم ما تنجمش تشوف فيها حد شيء داكوردو دونك معناها كانت موجوده للتوانسه هكاك نقصوا لي ريسك الكل وزاد حاجه اخرى نحن مثلا في تونس جوست هكا نسمعوا بركة راهو فما غريف تاع ايسونس تونس الكل في الكيوسك صحيح نسمعوا فما مثلا سميد باش تقطع
تونس كل تشري سميد الموجود. هو ريالمون ما فما حد شيء. دونك البلاتفورم فما عباد عملوا التلقيح من الصيف، فما عباد عملوا التلقيح من الخريف، كانوا ينجموا في وقتها يخرجوا الباس سانيتير نتاعهم. علاش تستنى اللي تولي الحكايه اوبليغاتوار باش انت تمشي في نفس النهار نتلموا الكلنا على البلاتفورم باش هكاك نخرجوا الباس سانيتير؟ مع العلم راهو تدخل انت فيسبوك يدخلوا له مليارات العباد كل يوم. كنا زاد نجموا نوفروا انفراستركتور تسمح بدخول نمبر تاع توانسه فوا دو والا فوا تروا في نفس الوقت. ايوا خسرت بلوكاج اما طويكه في بالي سافا معناها بارابور للي صار وقتها. ميرسي بوكو مروان حرزلي باحث في السلامه المعلوماتيه. خلينا نمشيو بحذا شفت حياه. ميرسي ومرحبا مره اخرى. انا هنايا كما تشوفوا الصوص تاعي طابت، قاعده نرصف في البروكلو في وسطها. البروكلو تاعي قلت لكم عملته بلونشي، معناها غليته في شويه ماء وملح احرش، وتوت سويت هو غلا بالقداد نحسب له ثلاثه دقائق ونخرجه ونبردو. الماء تاعي حطيت فيه ربع مغرفه قهوه كربوناتو باش ينحي لي الغاز نتاع البروكلو. احنا نعرفوا البروكلو فيه برشا معناها دي غاز، هذاك علاش نحط له مغرفه صغيره بالكل، مش مغرفه بوينت بيكربونات، هذيك اللي تنحي له لي غاز نتاعو. هذايا توا نغطيه نخليه يغلي سله سله. نجي هنايا باش نبدا لي كوكيز نتاعي. لي كوكيز نتاعي تشوفوا في العجينه حضرت، نعمل ناخو حكر شطر مغرفه تاع ماكله نكعبرها في يديا ونحطها في البيبي دو شوكولا وننزل عليها، ومن بعد نطيح لو سوربلو اللي يتهز مع كعبة الكوكيز ونحطها في الطبق. ديما نحاول نعمل نفس القيمة نفس الكبر نتاع الكعبورة باش يبداو كلهم فرد قياس. كوشتي قاعدة تسخن في 180، نرميهم مدة 15 دقيقة في كوشة سخنتها 180 درجة ونخرجهم، نخليهم يبردوا ما نمسوهمش قبل ما يبردوا، خاطر راهم ما يتهزوش أصلا، ما يتهزوش مادام ما بردوش. ومن بعد يولي برانيهم فيه تقرميشة ودخلنيهم موالو بالقدا خاطر فيهم الزبدة والكاكاوية. هذاك علاش الكوكيز هذوما من لي كوكيز البنان ياسر، لكن تكنيكمون يلزم تخليهم يبردوا بالقدا قبل ما تمسوهم بعد الطياب. انا نكمل هذوما ونرجعوا مع بعضنا نشوفوا بقيه الشكشوكه نتاع البروكلو كيفاش باش تكون. مشكوره شيف ضحيه. احنا تويك خلينا نشوفوا سبوت الخاصه باورما ستايل ويتراست اللي نعاود نقول لكم اللي هما عندهم نقاط بيع موجوده في نابل في الحمامات، موجوده في سوسه، موجود الجديد نتاعهم في سوسه، موجوده في سكره. دونك ادخلوا الباج فيسبوك وانستغرام اورما ستايل وشوفوا الكوليكسيون نتاعهم الجدد. وكيف كيف نعاود نذكركم اللي عن طريق باج فيسبوك وانستغرام نجموا تكمنديو اي ارتيكل يعجبكم سواء لكم انتم كبار والا حتى لصغيراتكم. شوفوا سبوت الخاصة بأغماء ونرجع. I'm nature. I'm free. I'm special. I'm unique. I'm Huma. دونك هذه اورما خلينا تويك باش نحكيو سبور، اما مش اي سبور، باش نحكيو على الايجين دو في نتاع سبورتيف يكون بروفيسيونيل يظهر لي عندهم ايجين دو في خاصه مع رياض السويد اللي هو لاعب كره يد محترف. رياض ساعة من وقتاش انت محترف في كره اليد في الهاندبول؟ محترف معناتها بروفيسيونيل. انا بروفيسيونيل انا بديت الهاندبول 16 سنه، اما وليت بروفيسيونيل ابوبخي 19 عام.
ثلاثة سنين معناتها بعد ما بديت. ثلاثة أربع سنين من بعد ما بديت. جي مو برومي كونترا بروفيسيونيل. اللي هو في فرنسا، انت باش بين فرنسا وتونس قاعد تلعب رياضة. سي با اكزاكتومون سا، انا عمري كلها معناها نكور في فرنسا، وجي في جي باسي تو مي كلوب في فرنسا، توت مي زيكول في فرنسا. اما نجي لتونس خاطر نلعب مع المنتخب، مع ليكيب ناسيونال نتاع تونس. ليكيب ناسيونال مش اي هذاك. شنو حبيت نقول؟ انت بين فرنسا وتونس قاعد تخدم بروفيسيونيل معناها. هكا هكا. اها بي رياض، كي دخلت عمرك 16 سنه نفس لي جين دو في قعدت محافظ عليه، ولا فما حاجات اخرين يتبدلوا وقت اللي نوليو بروفيسيونيل؟ وقت اللي وليت بروفيسيونيل معناها تعلمت برشا حاجات او فيو ا ميزور دو ما كارير. تعلمت كيفاش معناها باش نتحسن بو اميليوري لي بيرفورمانس، بو اميليوري اوسي بو ات بلو ريغولي دون لي بيرفورمانس، معناها بو اتر ميور اي بو ابورتي بلوس دو ريغولاريتي. فهمت؟ معقول. شنو مثلا تعلمت؟ شنو الحاجات اللي تعلمتهم وانت كي وليت بروفيسيونيل؟ إلي بوكو دو شوز، إلي بليزيور بوان، أون فا با ديتايي تو لي بوان، مي لي بوان برانسيبو اللي هما لاليمونتاسيون. لا تغذية، فما حاجة خاصة كي شنو تاكل معناها؟ هكاكا شنو تاكل؟ سي با فورسيمون دي ريجيم، إل نيا با فريمون انتردي، مي سورتو أبخوندر أ بيان مانجي، مانجي بيان إكيليبري. فهمت؟ فهمت. و معناها شنو معناتها السبورتيف ياكلوا كل شيء؟ انت حسب ما فهمت ولا ياكلوا اللي نعرفوه ديما سبورتيف ياكل خضره اكثر، سلايد، حاجه مشويه، فهمت؟ مش ياكل جاتو حاجه. نعم تنجم تقول هكا، نعم عندك الحق. اون ايسي ديليميني اون فيت تو سكي فا اتر موفي انتر غيمي بور لو سبورتيف اي بور لو كور، اي اون فا ايسي دو مانجي بلو سان. C'est-à-dire, comme tu as dit, qui m'a dit, on va privilégier de faire 5 à 6 portions différentes de légumes et de fruits par jour. On va manger, par exemple, que ce soit de la viande, du poisson, de l'œuf, 1 à 2 portions par jour. Enfin, des féculents, tu peux en manger à chaque repas, mais l'essentiel, c'est qu'il est équilibré. Tu es nutritionniste ou tu es seul à faire l'auto-nutrition? Dans l'idéal, il faut un diététicien, il faut un nutritionniste qui te suit. Mais tu ne peux pas avoir un diététicien ou un nutritionniste qui te suit H24. Tu peux avoir des programmes, tu peux avoir pas mal de choses pour être suivi. Mais les amis, il faut que toi aussi, en tant que sportif, tu apprennes. Mais si tu veux vraiment avoir un suivi, il faut faire appel à un professionnel, un diététicien qui lui va te donner un programme et qui va te suivre sur la durée. Est-ce que c'est avec le club? Ça dépend. Tu as des clubs qui ont des diététiciens qui vont travailler avec eux en partenariat, et puis tu en as d'autres qui vont. Où tu veux le club? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais, le sportif professionnel? Je suis les mouillés. Oui, à part le mec. À part le mec. Enfin, ma aide à l'hydratation. Pour un sportif, c'est très très important de boire beaucoup d'eau. Il faut en boire régulièrement. tout au long de la journée. Avant, pendant et après l'effort. Et bien sûr, on a tendance à prendre un peu plus d'eau pendant l'effort. Pour une personne lambda, elle doit boire à peu près entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Un masse sportif, à partir de 2,5 litres. Ou le four. À partir. 2 litres, 2,5 litres ou le four. Pour avoir une bonne hydratation. Et tout ça pour éviter justement les blessures, les lésions, pour éviter les claquages, pour éviter les tendinites. C'est très très important pour le sportif. C'est très très important parce que ça peut provoquer beaucoup de. دو بروبليم معناها. دو بروبليم معناها. خلاف الماء فما ما نعرفش ممكن يلزمكم ترقدوا بالكدا في الليل. لا ريكوبيراسيون تري امبورتون زادا. سكي امبورتون سي الكوشاج، وين ترقد معناها. سا ديبون ابخي دي جون، ينا كي فول دي ماتلا بلوتو مو، ينا كي فول دي ماتا ان بو بلو فيرم. انت والعبد معناها، مي يفو ان بون كوشاج بور بوفوار بيان دورمير اي فير
des nuits d'à peu près 7 à 8 heures sans interruption. Pour justement continuer. Et après le match, ou dis-moi, hakik, ahiyatkoum, hakik. Là, كل يوم لازمك normalement في الليل ترتاح break day pour avoir une bonne récupération musculaire. باش تولي معناها بدنك مرتاح, justement pour que ton corps il récupère bien, pour que toutes les séances que tu as accumulées, le travail que tu as fait, etc., bah, tu puisses l'assimiler pendant le sommeil. مش تمشي تسهر ومن بعد تقول عندي ماتش لا اون ا اون في كوم تو موند معناها مش على خاطر سبورتيف هكاك هكاك كل شيء معناها تري تري ستريكت معناها لا اون ا اون في كوم تو موند مي بوندون لي بيريود دو كومبيتيسيون بوندون لي بيريود دو ترافاي اكسيتيرا نحاولوا باش اون سوا لو بلو سان بوسيبل فهمت لي تونو نتاعكم زاد يكونوا فما حاجه خاصه رياض شي نو سي لي هاندبالور لو بلو امبورطون سي سورتو لي شوسور Le joueur il doit bien choisir sa paire de chaussures. Il doit avoir à peu près. Les footballeurs, non voilà. Le footballeur, je pense aussi, c'est pareil. De toute façon, tout ce qui est sport co ou les aimes la Nigérie ou les aimes la Manéa, selon les terrains, Zeda. Eux, c'est sur la pelouse, nous, on est en intérieur. Les chaussures sont très très importantes. Tu as les chaussures extérieures, chaussures d'intérieur. Toutes ces choses-là sont importantes, justement, pour les mêmes raisons, pour éviter les blessures. فهمتك والحوايج مع التيسو مثلا الكاليتي نتاع التيسو عندها دخل والا لا؟ نو نو سا سي با تري امبورتون مي علاش ديما نعملوا كي حكايه على تونو مثلا ليكيب كيفاش لازمها تكون شنو التيسو؟ سي با التيسو سي سكي امبورتون سي كون فيت دافوار معناها سي بور ليسبيري دو جروب il faut qu'on ait une tenue faut qu'on ait tous la même tenue معناها C'est pour la solidarité, pour l'esprit de groupe. Ah, juste pour... quelques mouches pour la forme. C'est pas pour... psychologique. Mouche juste psychologique, c'est quand même important. C'est une équipe a sa propre identité. Mais Falen, Nahna, fait France, à Porto Combo, nos couleurs sont le bleu et le jaune. Donc la plupart des tenues qu'on va avoir vont être bleues ou jaunes. Et selon les équipes, quand tu vois une certaine couleur, quand tu vois un certain logo, tout de suite tu vas identifier l'équipe. هذا ما تفهمين فيه اما دي فوا معناتها لي زيكيب الكبار سواء في الفوتبول ولا غيره يخدموا برشا على الماتيير نتاع الحوايج نتاع التونو معناها باش يقول لك هذا باش يخليه يجري خير باش لا يا ولد زعما التلفازات كمان وي سيغتينمون c'est aussi pour éviter aussi par rapport à la transpiration quand on a des affaires au coton quand on transpire ça devient plus lourd donc On va souvent privilégier les vêtements en synthétique. Et Mafalen, par exemple. Exactement. Oui, si, c'est important. Mais pour moi, je pense que dans mon sport à moi, le handball, le plus important, c'est vraiment les chaussures, avoir de très bonnes chaussures. Il y en a même qui mettent des semelles orthopédiques. T'as le choix, les semelles. C'est pour, par exemple, pour rectifier certaines pathologies ou bien pour améliorer les appuis. Ou la chose, fazet qui m'a donné comme femme. Femme, t'as bien. Femme, la chose, je pense à les jeunes, les cadins, Inch'Allah, bich, ils veulent des sportifs professionnels. Il faut. Chose, tu les mets dans sa chambre. تحب تقول في الهيجين دو في ولا في اي حاجه مثلا ceux qui sont motivés quand on a la motivation quand on a la volonté on est capable de tout faire moi ce que je préconise pour les jeunes etc c'est de travailler très dur et de toujours donner le maximum معناها فهمت pour essayer de devenir meilleur inchallah يعطيك صحة ميرسي بوكو رياض سوي دونك اخدموا بالكدا قال لكم وهكا قاعدة مترجمة انا شنعمل لحياتي حاسيلو به سي مروان نعرفش انا الانفورماتيك ولا كل ما هو اعلامية تخل في مجال لي سبورتيف وكل شيء كل ما هو سبور دونك اي معناتها نشوف الفار كيفاش يعمل لنا برشا حكايات داخل مش عارفه تبع العالميه ولا اما دخلنا العالميه في كل ما هو سبور دونك كيفاش تصير الحكايه هو رياض سبورتيف دونك نتصور عنده فكره ناخذوا ليكزومبل نتاع ليفربول ليفربول جابوا محمد صلاح وجابوا جوار اخر دونك عملوا كوليكت دي زانفورماسيون على لي جوار اللي موجودين في العالم الكل. كار ستاتيستيك اي دونك خذاو لي ستاتيستيك تاع لي جوار الكل خذاو لي زانفورماسيون الكل اليوم نحكيو على البيك داتا نحكيو على داتا اناليتكس
تحليل البيانات، نحكيو على الانتليجنس ارتيفيسيال كي تلم هذوما مثلا ثلاثه تنجم تاخذ دي ستاتيستيك نتاعهم تخرج منهم شنو هي احسن جمعيه تنجم تعملها بارابور للي مومبر اللي موجودين كيفاش تنجم تجيب هذاك وهذاك وهذاك باش يعطيوك مع بعضهم حاجه باهيه. دونك اليوم سويت البيج داتا داتا اناليتكس الانتليجنس ارتيفيسيال دخلوا برشا في السبور، دخلوا حتى صحيح. في حياتنا اليوميه حتى انت ككونسوماتور اليوم باش تمشي تشري حاجه ينجموا هما يعرفوك انت شنو هو باش تشري بالضبط قبل ما تمشي الجراند سيرفاس. دونك سبور معناتها سبورتيف قداش يجري في قداش وقتاش ينجم بيان سور ياخذوا لي دوني هذوكم الكل باش ينجموا من لي دوني هذوكم يخرجوا معناها دي شيفر اكزاكت اللي تعطيهم شنو لازم بالضبط، ما عادش كل شيء بارتاتونمون ولا هكا الياتوار جيب هكا وجيب هكا ولا. دونك اليوم سويت الانفورماتيك تنجم تعرف بالضبط شنو هي حاجتك. هذوما حاجات منش باش نميع القضيه كما نقولوا، اما بالحق الحاجات هذوما تحكي فيهم تفرجنا فيهم واحنا صغار في كابتن ماجد اللي احنا نشوف عام 90 ولا قداش يحكيوا على الانفورماتيك وكيفاش كل كوارج شنو هذا طول وشنو يجري وشنو هكا توي وصلنا له العصر هذا. هو الحاجات اللي كنا قبل نشوفوهم حلم جوستومون كنا قبل نشوفوا عبد يطير نتفرجوا عليه في فيلم مثلا صحيح. فيلم سبايدر مان اليوم فما ديجيلي تتكلم فما ديجيلي تلبسها تولي تطير معناها فهمتني حاجات هذوك الكل. وتوا نبشرك انه تري بيانتو في المستقبل القريب فيسبوك ميسنجر الحاجات اللي نعيشوا بهم التليفون وكل شيء باش يتبدلوا لحاجه اخرى جمله كيما صار التطور. اليوم نحكيو على الميتافيرس، اليوم نحكيو على الرياليتي فيرتويل، نحكيو على اليوم تولي تلبس الكاسك فير عندك دي غون تلبسهم في يدك فيهم دي سنسور مع دابش كل تنجم مثلا هكا فيرتويلمون كي تهز كاس ولا تبدا تعمل في بلان ولا حاجه تنجم تحسها ريالمون. اليوم باش نهر انا نعرفها نتاع البارفان هذيك اللي نتاع الشمان نتاع حاجه عملوا ايكرون في جابون الايامات هذوما كي خرج تنجم كي الشيف يبدا يعمل في ماكله يبعث لنا تصويره الماكله هكا تذوق بلسانك الايكرون هذاك تستطعم الماكله اللي موجوده في وسط الايكرون. انا حدي للريحه وصلت غادي كذوق طعمنا حاجه اخرى. ميرسي بوكو مروان حرزلي باحث في السلامه المعلوماتيه، ميرسي بوكو رياض سويد لاعب كره يد محترف ويلعب في ليكيب ناسيونال نتاعنا نتاع الهاندبول. خلينا نمشيو نرجع بعد شفت حيرة تولي صعيبة ياسر هذايا كان مش تذوق البوبولاسيون التونيزيان يتبعوا فيا صعيبة عليا. الو هوني عندي تن البدر اللي بالزيت زيتون نجي نحط فوق وجه الشكشوكه نتاعنا تنجموا تعملوها بالتن بالمرقاز بالقديد والا باللي تحبوا انتم. ما انا جربتها بالتن بنينه برشا برشا هذوما من الحاجات اللي بنين بالتن تعرف تطلع مطعمها شويه كيما نعملوا المعقوده فريمون النكهه بنينه ياسر. الوغ هذيا نجي نحط لها شويه التن نتاعها من بعد عندي هوني عظم وعندي جبن غرياغ مرياح نجي نحط عليها جبن غرياغ مرياح نعمل رشه معدنوس فوق هذا الكل وباش نسقيها بالخليط هذايا ونقص لها النار ونخليها تكمل تلم روحها بالخليط هذا اللي توا نحط باش نصبه فوق وجه الشكشوكه نتاع البروكلو. هذه الشكشوكه البروكلو اللي معناها تربيت عليها واللي نعرفها من صغر معناها من صغرتي كنا ديما من الحاجات وقت البروكلو ما تنحاش من الدار وقت اللي نعملوها نبداو ناكلوا فيها كيني طاجين حاجه بنينه برشا وكل مره شنو اللي عندنا في الدار نعملوه بها هي كسوسوات ساعات نحطوا فيها كما قلت لكم مرقز فرشك ساعات نعملوا لها كعابر ساعات كل مره شنو عندنا في الدار في التركينه هما اللي نعملوا بها شكشوكتنا نغطيها ونخليها حتى لين يطيب اكل عظم ويذوب اجبن الكغيغ نتاعنا ومن بعد نقدموها وتشوفوا طبقنا كيفاش حضر. مشكوره شيف تحيه. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع.
بشرى سارة لمعتمرين في تونس وخارجها. ليبرتا تبدع في تكوين برامجها وتتحدى الصعوبات وتجمد الأسعار من جديد. للمزيد من المعلومات libertavoyage.com أو الاتصال على 71 90 56 56. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. الأصل الطيب، كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة وتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ 22 قطعة جامون 599 دينار. Le service My Diamant 100% granit, 100% luxe, متوفر في 5 ألوان ومع فور هالوجين بليش. هذا الكل تنجم تكمانجي على الديبو.ان 599 دينار، والتقسيط يوصل لخمسة مرات، ونزيدوك التوصيل بليش. سيير مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوأ معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيير تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. مالا زورونا في لي دو بوانت فونت تاعنا في المنزه 1 والحمامات. الدليل مازال باتري نوكس كوليكسيون 32 بيس او ام اس ب 599 دينار، وتنجم تخلص على 6 شهور. ام اس كوزيني اوترمون. I'm nature.
I'm free. I'm special. I'm unique. I'm Huma. تلوش على فريشكو لبنان واللي خارجين من أرض الخير. عنا في فري إفري داي الحوت الفريشك في البحر والخضرة والغلة ملمومة من أرضها المسقية، والدجاج مفوح بفحاتنا الزمنية، وتوبلنا أم شمسة ومرحية، وزيت الزيتونة إكسترا بيو من الزيتونة المعمورة، والفواكه الجافة والمصبرات من أجود الأنواع. هذا الكل والأسعار ممتازة وتراعي المقدرة الشرائية، خاطر موادنا الكل من منتج للمستهلك. فري إفري داي موجودين في طريق سكرة كيلومتر 2.5 صفيقس. مرحبا بكم وخليوا دبارتكم علينا.